فوجوه من العالم هو المعرض الفني الذي يقام في أتلانتس دبي، ويضم عشرات اللوحات التي تعكس طبيعة طبيعة الناس والأجناس من خلال فن البورتريه. وهناك فنانون تستهويهم الوجوه بحيث يلتقطون العلامات الفارقة لهذه الوجوه، بما يؤكد التنوع العرقي في جغرافية الأرض، وهو ما سنتابعه معكم في هذا التقرير. أربع وثلاثون لوحة ضمها معرض وجوه من العالم للفنان التشكيلي ستيفن بينت في فندق أتلانتس بدبي، ليخاطب الجانب الإنساني من خلال أعمال وألوان تعكس تنوع السلالات العرقية. ستيفن بينت حوله حب المعرفة إلى رسام بورتريه يستشف من خلال الصورة خصوصية الأشخاص وإشعاع الجمال النابض من كل عرق ولون، لذا فان لوحاته ذات الأحجام المتوسطة والضخمة تعبر عن ملامح وثقافة الشعوب. يندرج اسم ستيفن بينت ضمن قائمة أصحاب الفن الهادف، لذا يأتي نتاجه الفني بعد رحلته السنوية إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تشده وجوه السكان الأصليين الصغار منهم والكبار لتكوين لوحة مدهشة اللون، ويهدف من وجوهه إلى تبادل الخبرات بين مختلف الأطياف، وبالتالي الاطلاع ولو عبر اللوحات على تباين الحياة البشرية وملامح سكان الأرض. يذكر أن جزءا كبيرا من عائدات المعرض سيتم التبرع بها لفائدة جمعية بيت الخير وبرنامجها لرعاية الأيتام. إذن كان هذا يعني لقطات أيضا من ستيفن بينت، وهذا المعرض سيستمر لمدة 3 أشهر، وسيتم رصد 15% من قيمة هذه اللوحات إلى جمعيات خيرية.